واليوم الخميس 3 تشرين الأول 2024 عزيزي مولود الحمل، اليوم في بعض الصراعات على نفوذ معين. هلأ في احتكاكات اليوم شوي أو مواجهات شوي بينك وبين الشريك، حاول ما تاخد أمورك لخلافات عميقة بهي الفترة. الشهر هاد شوي شهر مرهق بالنسبة لإلك، وممكن تظهر بعض المشاكل وتتفاقم، فحاول أنه تخفف عصبيتك وتهدي قد ما بتقدر. اليوم عزيزي مولود السرطان مستاء من أحد أفراد العائلة، أو ربما من ضغوط، أو ربما من ظروف شوي عم تتعبك وشوي عم تعمل لك بعض الإرباكات. حاول تكون أكثر تحفظ اليوم، وحاول أنه تقوم بمهامك المطلوبة منك برضا وطيب خاطر. يمكن عزيزي مولود الجدي اليوم تضطر للدافع عن نفسك، بس حاول تدافع عن نفسك مو بشراسة، يعني حاول تدافع عن نفسك بهدوء ولطف، لأنه في اليوم خطأ ما ممكن يؤخذ عليك، أو ممكن يتوجه لك اتهام معين، أو ربما نقد، أو ربما تسمع كلمة تشعر أنه الآخرين ما عم بيقدروا جهودك وهذا عم يضايقك. يعني بكل الأحوال يوم بيحمل بعض التوترات والانفعالات، حاول أنك تسيطر عليها. عزيزي مولود العقرب يوم شوي متضايق شوي زعلان، يمكن حاسس بإهمال، يمكن حاسس لأنه الآخرين مقصرين معك أو ما عم بيوفوك حقك. كون صبور بهذا الوقت عزيزي مولود العقرب، وهدي شوي. شمس الميزان ضاغطة عليك وبتأجل لك بعض الأمور أو بتأخر لك نتائج لأمور أنت منتظرة، فطول بالك وحاول تكسر جهودك باتجاه مصالحك. عزيزي مولود الثور يوم في ضغط كتير، ضغط عملي الحقيقة، أعمالك ما عم تخلص، الطوارئ واردة بهذا اليوم. يعني ممكن أنت تكون مجهز أو مرتب بدك تروح لمكان أو تنهي أمر معين، بيجيك تليفون بتغير الاتجاه أو تضطر لضغط الوقت أكثر. هلأ اليوم رغم أنه أنت يعني مزاجك اليوم مو ظابط كتير ومعكر وشوي متكاسل الحقيقة، وكل ما حسيت هذا الإحساس كل ما بتحس إنه المسؤوليات عم بتزيد والالتزامات عم تكتر عليك، فحاول اليوم تكون أكثر تنظيم واكتفي بالضروري. عزيزي مولود العذراء عم بتناقش بعض التفاصيل المالية، سواء العلاقة بالمستقبل أو العلاقة حالياً، عم بتناقش أفراد العائلة، واقع شوي تحت بعض الضغوط، رغم أنه هلأ الأمور المالية فيها تحسن وفيها بعض المكاسب أو بعض الأرباح بالفترة الحالية والقادمة، فحاول أنك تجدول حساباتك وحاول أنه تقلل من نفقاتك ما أمكن. عزيزي مولود الحوت يوم من الأيام الجيدة اللي أنت ساعي فيها لحلول، والحقيقة بتلاقيها أسهل أمامك. يعني الآخرين بيساعدوك على أنك تلاقي حلول، مواقفك الإيجابية بتسهل التصالح، بتسهل تصويب المسارات، إذا في خلل معين، إذا في خطأ معين اليوم بتحاول أنه تصلحه، أو ربما يعني تنهي وضع عالق كان عامل لك تعب، سواء كان من نواحي مالية بتناقشها اليوم، أو ربما بعلاقات رسمية بحياتك. اليوم عزيزي مولود الأسد عم تتكيف مع الأجواء بسهولة، عم بتجيد التواصل، عم بترتب علاقات، عم بتعزز علاقاتك العائلية تحديداً والأسرية. اليوم يمكن تكون مشغول مع أخوة، مشغول مع أهل، سواء كان بزيارة، سواء كان بمشروع مشترك بينك وبينهم، بس اليوم أمورك جيدة وتنقلاتك وحركتك فيها كتير من نشاط. عزيزي مولود القوس يوم للسفر الحقيقة، حتى لو ما كنت مسافر بس عم تحكي بأمور العلاقة بسفر، أو عم تتلقى اتصالات خارجية، أو ربما عم تتعرف على أغراب، في وجوه جديدة عم بتقابلها اليوم، في توسع بدائرتك الاجتماعية، يمكن تعارف جديد أو ربما وسط جديد تتعرف عليه. عزيزي مولود الجوزاء منطلق اليوم ومنفتح على الخيارات كاملة وعلى كتير من البدائل. اليوم كتير بتوصل للآخرين بسرعة، يعني بتوصل لعقلهم، بتوصل لقلبهم، لأنه في طريقة تعامل سلسة عم بتكون. فإذا كان عندك مطلب أو إذا كان عندك أمر حابب أنه تاخد تأييد أو تستقطب التأييد عليه، فبإمكانك اليوم تناقش مواضيعك الأصعب
افتح مواضيعك اليوم بتصور انه اليوم الحظ ما رح يخذلك. عزيزي مولود الدلو، يوم من الايام الجيده، المشغول في انشطه اجتماعيه اليوم، في اشخاص عم بتقابلها كثير، يعني يوم بيحمل كثير من الحيويه وكثير من الصخب الحقيقه، سواء بسفر، سواء بعلاقات بعيده، سواء بمشاريع مشتركه بينك وبين الاخرين، بس اليوم من الايام اللي فيها اوقات حلوه كمان بتقضيها مع اشخاص انت بتحبهم وبتكون شديد التاثير عليهم. عزيزي مولود الميزان، يوم من الأيام القوية والإيجابية، اليوم عم تلتقي مع جهات فاعلة وعم تقدر تقنعهم بمشروع أو ربما بخطة أو ربما بفكرة عم بتراودك. اليوم جاذبيتك كتير كبيرة وأنت الحقيقة اليوم مثار لإعجاب الآخرين، سواء شكلك، سواء طريقة حديثك، المنطق اللي عم تحكي فيه، الثقة اللي عم تتعامل فيها. يوم من الأيام الإيجابية جداً، فلا تأجل أي مبادرة حابب تعملها.